تنضم إلينا من القاهرة محللة الأسواق المالية في إكويتي جروب أماني رشيد للحديث عن تطورات العملات الأجنبية وأسواق العملات. أهلا وسهلا بك معنا أماني. إذن حالة الترقب واضحة لدى أسواق العملات فيما يتعلق بقرارات الفيدرالي المرتقبة، والتسعير بدأ تقريبا على 75 نقطة أساس، تحديدا علاقة الدولار واليورو. هل تتوقعين استمرار يعني هذه العلاقة التي تتعلق بنقطة التعادل والبقاء عند ذات هذه المستويات بالرغم من توقعات الفيدرالي الأمريكي؟ صباح الخير. طبعا عندما نتحدث عن الدولار الامريكي الذي شهد ارتفاعات قويه مقابل اغلب العملات الرئيسيه، ليستقر مؤشر الدولار يعني بالقرب من اعلى مستوياته منذ عام 2002، ياتي هذا في الوقت الذي ارتفعت فيه معدلات التضخم في الولايات المتحده طبعا لمستويات قياسيه جديده لم تصل لها منذ ثمانينات القرن الماضي. وبالتالي بعد البيانات التضخم بدات توقعات رفع الفيدرالي الامريكي في اجتماعه المقبل ب 100 نقطه اساس يعني بدات تلوح في الافق، ولكن بالرغم من تلك التوقعات إلا أن البعض يرى أنه حتى الآن يعني قد يكفي 75 نقطة أساس فقط. ولكن بشكل عام أو بوجه عام لا يزال الفيدرالي الأمريكي يعني متجه في وتيرة التشديد النقدي القوية وتيرة رفع الفائدة مع استمرار ارتفاع معدلات التضخم، وفشل الفيدرالي حتى وقتنا هذا في السيطرة على ارتفاعات التضخم بالرغم من رفع الفائدة 3 مرات، وهذا الأمر ضغط طبعا على أغلب العملات الرئيسية مقابل الدولار الأمريكي حتى مع البنوك المركزية الأخرى التي بدأت رفع الفائدة. ولكن التباين الواضح أو تسريع الفيدرالي الأمريكي لتجديد وتيرة التشديد النقدي تسبب في ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل أغلب العملات. وبالرغم من تراجعات الدولار اليورو مقابل الدولار دون مستويات الـ1 دولار، ولكن يعني ترقب الأسواق لاجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس المقبل والتوقعات بأن يبدأ البنك المركزي برفع الفائدة ب 25 نقطة أساس دعم نوعا ما عودة اليورو لمستويات الدولار مقابل الدولار الأمريكي. وبالتالي يعني بالرغم من هذا التعافي، ولكن لا يزال الاتجاه العام اتجاه هابط، لا يزال الضغوطات البيعية تسيطر على اليورو مع التباين الواضح في السياسات النقدية. نعم، يعني أماني هذه هي الفوارق بين قرار الفيدرالي الأمريكي والمركزي الأوروبي المتوقع خلال الفترة المقبلة. هل سنشهد اليورو يصل إلى مستويات 98 سنتا يعني ويبقى في حالة من التراجعات، أم سيبقى لمدة أطول في نقطة التعادل؟ يعني حتى الآن بالرغم من محاولات اليورو في التعافي أو الاستقرار أعلى مستويات الدولار، إلا أن أغلب التوقعات الآن تصب لصالح استمرار الضغوطات البيعية على اليورو ما لم يتدخل البنك المركزي الأوروبي وتسريع وتيرة التشديد النقدي. حتى هذا الأمر قد يجد البنك المركزي الأوروبي العديد من الضغوطات بالطبع مع استمرار التوترات الجيوسياسية ما بين روسيا وأوكرانيا وتدهور الاقتصاد الأوروبي، وبالرغم من ارتفاعات برضو أيضا معدلات التضخم في منطقة اليورو لأعلى مستويات منذ نشأة المنطقة، إلا أن تباطؤ النمو الاقتصادي ومعاناة الاقتصاد الأوروبي حتى الآن قد يمنع البنك المركزي الأوروبي في تجديد السياسة النقدية بوتيرة سريعة. على الجانب الآخر كما أشرت، نرى الفيدرالي الأمريكي يعني يتجه لرفع الفائدة بوتيرة قوية، استمرار ارتفاعات التضخم تعافي الاقتصاد الأمريكي نوعا ما، وبالتالي قد يدعم استمرار أو تسارع الفيدرالي الأمريكي في تجديد السياسة النقدية. وبالتالي هذا الأمر نجد استمرار ضغوطات على البنك المركزي الأوروبي في الوقت الذي يرتفع فيه الدولار الأمريكي، فما لم يتدخل البنك المركزي الأوروبي وهذا الأمر مستبعد بتسريع وتيرة التشديد النقدي، قد نجد اليورو دون مستويات الدولار الفترة المقبلة. نعم أماني، يعني فيما يتعلق أيضا بالملاذات الآمنة من العملات، يعني هل ستحظى بقليل من الارتفاعات في ظل التخوفات من الركود الاقتصادي تحديدا بعد الإغلاقات التي شهدتها بعض المدن الصينية وأيضا حالات الإصابة بكوفيد يعني في اليابان؟ لاحظنا الفرنك السويسري بإغلاقات يوم الجمعة ارتفع قليلا، لكن الين يبقى في حالة من التراجعات. هل ستحظى فعلا الملاذات الآمنة بجزء من الارتفاعات في ظل القوة التي يحظى بها الدولار؟ يعني بالرغم من مخاوف الركود الاقتصادي او التقلبات التي عانت منها الاسواق العالميه الاسبوع الماضي ومع بدايه التداولات الاسبوعيه بسبب طبعا الاغلاقات في الصين او زياده اعداد الاصابات في الصين والارتفاع ايضا اعداد الاصابات في اليابان، بالرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي طبعا في الصين كما اشارت البيانات الاسبوع الماضي، مخاوف الركود الاقتصادي قد تتسبب في نوعا ما زياده الطلب طبعا على الملاذات الامنه او
عملات الملاذات الأمنة، ولكن نجد أن ارتفاع الدولار الأمريكي يعني يبقى هو الأعلى، برغم من أن الين الياباني يعني يعتبر عملة ملاذ آمن، ولكن بالأسبوع الماضي ارتفع أو تراجع الين الياباني لأدنى مستوياته منذ عام 1998 مقابل الدولار الأمريكي، حتى وجدناه أنه يستقر عند مستويات 139 ين لكل دولار، برغم من تراجع أو تعافي الين الياباني حتى أنه يجرى الآن بالقربة من مستويات 137، ولكن مخاوف الركود الاقتصادي تباين الواضح في السياسات النقدية حالات الإغلاق في اليابان قد تتسبب في الضغط على الين الياباني الفترة المقبلة. نعم أمانة، أيضا يأخذنا الحديث إلى أسعار الروبل، يعني لاحظنا حالة من الاستقرار بعد تسجيل ارتفاعات كبيرة وقرارات يعني من المركز الروسي فيما يتعلق بحد من الارتفاعات في أسعار الروبل. كيف تصفين أداء الروبل عفوا، وأيضا ما هي التوقعات خلال تعاملات هذا الأسبوع؟ يعني بالرغم من بداية التداولات الأسبوعية التي شهد فيها الروبل الروسي بعض الانخفاضات، ولكن تلك الانخفاضات جاءت بعد ارتفاعات قوية خلال الأسبوع الماضي، وبالتالي حتى الآن يعني يمكن أن نقول أن الروبل الروسي يشهد عمليات جني أرباح بعد الارتفاعات التي شهدها الأسبوع الماضي والارتفاعات التي شهدتها الأشهر الماضية، وبالتالي يعني نوعا ما بالرغم من تراجع الروبل الروسي او انخفاض الروبل الروسي مع بدايه التداولات الاسبوعيه، الا ان الاتجاه العام لا يزال يعني يتماسك الروبل الروسي مقابل الدولار الامريكي بالرغم من ارتفاع الدولار الامريكي مقابل الكثير من العملات الرئيسيه، ولكن حتى وقتنا هذا ينجح الروبل الروسي في التماسك امام الدولار الامريكي. نعم، محلله الاسواق الماليه في إكويتي جروب أمانة رشيد كنت معنا من القاهره، شكرا جزيلا.